الكل ده أشوفهم هنا يعملون بشرف الحقيقة لساعات متواصلة. عدة صناديق مثل ما قلنا أكثر من 3681، لازم نكون دقيقين بالعدد، 3681 صندوق متبقي للعدوى الفرز اليدوي. هذه الصناديق كل الصناديق التي تعرضت إلى خلل فني أو إشكالات فنية من بغداد والمحافظات يتم الآن فرزها يدويا. يعني هنا أيضا مجموعة من الموظفين الذين يعملون على العدوى الفرز مستمرين في هذه العملية يعني منذ ساعات، لذلك احنا راح تستكمل النتائج ويتم الإعلان عنها وتضاف إلى النتائج في النتائج الإلكترونية التي أعلنت سابقا من المفوضية. طبعا متواجدين يعني حقوق إنسان، متواجدين منظمة الأمم المتحدة بالإضافة إلى منظمات محلية، والكل يعمل هنا يعني مثل خلية نحل. طبعا أعداد الصناديق هي ربما لم يتبقى الكثير لفرزة، نحاول نتحدث مع أحد من المفوضية يكون معنا. حاليا يعني هذا اللي يتم هنا. طبعا قناة التغيير يعني هي اللي دخلت يمكن اليوم من دون القنوات، هذا حصري لقناة التغيير وجودنا اليوم في داخل المفوضية. إذا بداية السلام عليكم. وعليكم السلام. أول شيء أعرف المشاهد بحضرتك. مهند مصطفى، عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات. طيب أستاذنا العزيز، اليوم بدنا نشوف هذه الأعداد، إيش قدم فرزة يدوي وإيش قد بعد؟ طبعا كانت هناك لدينا صناديق قرابة 140 صندوق تم عمليات العدوى الفرز لها وتم إرسال نتائجها إلى مركز خال البنات من خلال استمارة، تم تعليق نسخ من هذه الاستمارة على باب القاعة، وذلك لوجود كيانات سياسية ووجود منظمات مجتمع مدني باستطاعتهم أخذ صور لهذه النتائج. زين، احنا هسه بقى 3681 حسب ما بلغنا سيادة القاضي. هذا مرض قبل يومين حاليا. طيب وصلنا للأعداد النهائية، الأعداد النهائية متبقية، شرفنا على انتهاء عمليات الإرسال. عمليات الإرسال عملية بقت يعني كم صندوق وننتهي عمليات الإرسال. الصناديق التي لم ترسل نتائجها وذلك بسبب عطل فني في جهاز الاستقبال يتم عملية التحويل إلى مركز العدوى الفرز اللي هو هذه الغرفة، وفتحنا غرفة أخرى قاعة أخرى بتلك القاعة للإسراع بعملية نتوقع وقت استحصال موافقه من مجلس المفوضية، قرار المجلس بتحويلها الى عمليات عدوى فرز يدوي. احنا ايش قد نتوقع وقت ويتم انجاز كل هذه الصناديق وتكون النتائج؟ الشفت الثاني اللي يعمل بجد وبنشاط من قبل موظفي دائره العمليات وتكنولوجيا المعلومات، وايضا من قبل موظفي شعب الاجراء والتدريب في مكاتب المحافظات، وايضا موظفي اللوجستيه اللي متواجدين في هذه القاعه، هي قاعه مركزيه رئيسيه تشمل كل الصناديق في عموم العراق التي كانت عليها مشاكل. نتوقع اليوم ينجزون بالليل ان شاء الله، نحاول نحن ننجز هذا العمل باقرب وقت بجهود يعني الموظفين المثابرين الذي لا يكلون، ونحن نقف في هذا المركز وحضرتك اليوم الثالث على التوالي نحاول ان ننهي هذه العمليات، وذلك لاعلان النتائج النهائيه وارسال رسائل اطمئنان الى المرشحين والمتنافسين وايضا للمواطن العراقي باننا اوفينا العهد واجرينا عمليه انتخابيه بكل سهوله وسلاسه وبكل دقه وامانه. المواطن اليوم ده يسال، اليوم احنا هذه العملية متى سنسمع النتيجة النهائية؟ نتوقع بكرة إذا انتهينا اليوم؟ حال انتهائنا من عمليات العدوى الفرز اليدوي وإرسال نتائجها إلى مركز إدخال البيانات هذه الصناديق والصناديق في القاعة الأخرى وإدخال النتائج هذه مع النتائج الأولية اللي تم الإعلان عنها من قبل مجلس المفوضين في مؤتمر الإعلامي اللي بعد 24 ساعة من عملية انتهاء يتم إعلان النتائج مباشرة. إذا شكرا لك أستاذ. شكرا لك. يعني هذه كانت هي الجولة هنا داخل هذا المكان اللي هو مفوضية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واللي دا يتم الآن عملية الفرز اليدوي فيها، واللي تقريبا مثل ما تحدثنا الأستاذ أنه تقريبا تم إنجاز يعني الأغلب من عنده، ما باقي غير عدد صناديق قليلة واللي هي مثل ما قلنا يعني تشمل بغداد والمحافظات، وهي الصناديق اللي صار بها إشكالات فنية، الموضوع اللي صار توقف لبعض المحطات في بغداد والمحافظات، فتم إدراجه هنا كيعني كعد وفرز يدوي، لذلك هذه ربما تأخذ وقت كساعات وينتهي العد والفرز وبعدها يتم إعلان النتائج بشكل نهائي. وبالتأكيد يعني هذه 3681
صندوق اكيد راح تغير شيء بالنتائج، راح تغير في عدد المقاعد بالنسبه للكيانات السياسيه، ويجب ان يكون هذا الموضوع متوقع من قبل تلك الكيانات. نعم. والكيانات اصلا يعني موجوده هنا لهم يعني مراقبين ككيانات سياسيه، وبالاضافه الى ذلك يعني الامم المتحده ولجنه حقوق الانسان ومنظمات محليه تعنى بشؤون الانتخابات. نعم. نعم، مازن علوان مراسلنا من بغداد ومن مقر مفوضية الانتخابات، شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة.